ما يغركش سنها، تشوفها تقول ايه اصغر من اختها. حلو ده؟ لا مش حلو ده. مش حلو ده. وهي بتبات عندهم على طول بقى ولا ليله وقلب؟ طول السنه اعدلنا، واول ما يهل الصيف تجري على مارينا تروح تقعد 3 شهور هناك. اطلع عندها شله كده ما يتخيروش عنها. ومفتاح الخدنة ده بقى هنلاقيه فين؟ مع اللي قفر رقبتها حطاه في سلسله ما بتفرقهاش. ايه في رقبتها؟ وانا هفتح الخدنة في رقبتها؟ جرى ايه يا استاذ عبد؟ هو انا الحرامي ولا انت يا اخوي؟ لا اطلعي البلكونه صيح، اطلعي انده يقول كده عبد الحرام اهو، روح تسلميني تسليم اهالي. خلاص يا اخوي. بقول لك ايه، والدكتوره بقى صاحبه الفيلا دي بتشيل مصاغها وفلوسها فين يعني؟ في الخزنه برضو؟ لا يا اختي، الدكتوره دي ايدك منها والارض، طول السنه مشغوله، لا بتهش ولا بتنش. عندها مسؤوليات كده وعندها حاجات، اصلها علمه. ايه ده؟ بترقص في محل النوم؟ علمه. بتقول لك علمه مش رقاصه. وحتى لو رقاصه وفي احلى من رقاصه كنت جميل. شوف يا اختي الراجل، كملي يا نبوي. علمه يا اختي بتاعت كتب وابحاث، طول النهار عندها شغل وشغلها كله في البحر. يا دي الغرقه، بحر ايه؟ البحر الابيض والبحر الاحمر وساعات البحر الاسود، طول السنه سايبه جوزها وعيالها وعماله تعمل ابحاث. ضربه ما يوم صيفها يعني على طول. طب ولاد الدكتور يا اختي علي ده مرهم. مرهم يا بت. مرهم ده انبوبه يعني ولا ايه؟ مرهم يتحط على الجرح يتيم، طول اليوم مشغول، نص في المستشفى ونص في العياده. معرفش أدق أنا الكمون ومليش كلام. متضحية ويعني. يا أخويا ركز. يا حرام نركز وبعدين هانم. أكيد بقى يعني معاه فلوس كتير. يوه بيكسب كتير قوي، روزم روزم. وحظك حلو يا استعبد، يوم الأربع هيبقى غل 3 أيام، شوف أنت بقى هتلاقي قد إيه. طب مفتاح الخزنة ده برضو في رقبته؟ لا موجود في المكتب، أول ما تخش في أول درج على إيدك الشمال. وهم دول بس الجثث اللي مرمية في البيت؟ لا لسه في 2، هايدي ودي بنت غلبانة، لا بتهش ولا بتنش.